الجهوية وتحية إسلامية للقيادة الجهوية وتحية إسلامية للقيادة الجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إخواني أخواتي مناضلي ومناضلات الهيئات الشريكة والداعمة من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية والفضاء المغربي للمهنيين، إخواني أخواتي العمال والعاملات، الموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، المهنيين والحرفيين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. بادئ ذي بدء، أود أن أستهل كلمتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولذلك فباسمي ونيابة عن إخواني بالمكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أتقدم بالشكر والعرفان والتنويه لجميع الأعضاء والمنخرطين في المكاتب المجالية والقطاعية للاتحاد الوطني، وللمكاتب المجالية الهيئات الداعمة من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية والفضاء المغربي المهنيين على مساهمتي في إنجاح هذه التظاهرة، مقدرا عاليا ومتمنا كل الجهد وكل التضحيات خدمة لمشروعنا الوحدوي وإسهاما في إشعاع منظمتنا الاتحاد الوطني للشغل المغرب. كما أتقدم لكم جميعا بالتهنئة بهذا العيد العمالي الأممي، معبرا لكم عن اعتزازي بالدور الذي تقومون به وما تقدمونه خدمة لهذا الوطن ووحدته وتنميته وازدهاره. إن حضوركم اليوم بهذه الكثافة رسالة، وأعظم رسالة لمن كان يمني النفس أن بإمكاني أن يطفئ نور المصباح لنقابة الاتحاد الوطني للشغل المغرب بعد محطة الإقصاء في استحقاقات لجان ثنائي 16 يونيو 2021، ومن كان يمني النفس أنه يمكن أن يطفئ نور المصباح شريكنا حزب العدالة والتنمية في محطة التغول لتمنية شتنبر 2021، لن ينطفئ نور المصباح الإصلاح، لن ينطفئ بإذن الله، لأن زيته من شجرة طيبة أصلها نبتة طيبة من بذرة طيبة تحرس عين الله التي لا تنام وترعاها المعية الربانية، بذرة لا يؤثر عليها لا جفاف ولا حرب أوكرانيا ولا ارتفاع درجات الحرارة ولا انخفاضها ولا أسعار محروقات ولا مضاربين ولا تجار أزمات. نادل نادل يا منادل، نادل نادل يا منادل، نادل أجل الكرامة، نادل أجل الحرية، نادل أجل التشغيل، نادل أجل المساواة، نادل أجل التعليم، نادل أجل الصحة، نادل ضد الغلاء، نادل ضد التهميش. نحن لسنا بذرة من سلاسل إنتاج مخطط فاشل يغذي الأجانب ويجوع الشعب، يضع المليارات في جنوب البترول الفلاحية ويستنزف موارد البلاد المائية والمالية والعقارية. اليوم إخواني أخواتي نؤكد لمن يمني النفس بزوالنا بأننا بنيان مرصوص، قوتنا في مرجعية الإسلامية وفي نوعية رجالاتنا وفي أواصر المحبة في الله التي تجمع بين مناضلينا، وفي تعلق قلوب وعقول العباد الشغيلة وهذا الشعب المكلوم بنا، لأننا لسنا دكانا من الدكاكين النقابية والسياسية التي تبيع الوهم وتقبض الدعم كما وصف أيقونة الصحافة فرج الله كرباه. ولذلك استهدفنا إخواني أخواتي، نعم استهدفنا لأننا نرهب الخصوم بنظافة أيدينا ونكران ذواتنا وتضحياتنا الجسام. استهدفنا لأننا لا نتاجر بقضايا الشغيلة ولا نتآمر عليها في دهاليز المكاتب المظلمة. استهدفنا لأننا النقابة البديلة وأمل الشغيلة الوحيد للدفاع عنها وصون كرامتها. استهدفنا رغم أن أعداد المندوبين المنتخبين في انتخابات 2021 ارتفع من 2572 إلى 2680 وفقدنا تمثيليتنا.
لم ولن ينال منا تحالف المال والسلطة مهما حاول من استهداف بغرض إسقاط شرعية النقابة وحقها في الحوار الاجتماعي مع الحكومة بحرماننا من التمثيلية رغم تحسن نتائجنا أو بغرض إقصائنا من ولوج المؤسسات الدستورية. حرية كرامة عدالة اجتماعية، حرية كرامة عدالة اجتماعية، حرية كرامة عدالة اجتماعية، حرية كرامة عدالة اجتماعية. هذا الاستهداف إخواني أخواتي سيبقى عارا لاصقا بوطننا مجسدا لمرحلة العنوان والنكوص والردة والانقلاب على حقوق هذا الشعب وعلى ديمقراطيته وحقوقه الدستورية من كرامة وعدالة اجتماعية ومجالية. نحتفل بمناسبة فاتح مايل هذه السنة ونحن ننتشي بالعرس الديمقراطي المتميز الذي تجسد في المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الوطني للشغل للمغرب والذي انعقد يومي 18 و19 مارس الماضي بعدما تمت إعادة الهيكلة جهويا في زمن قياسي بفضل دينامية وحيوية ومسؤولية مناضلين بالجهة. لقد برهن الاتحاد مرة أخرى من خلال مؤتمر أنه لا يؤمن بثقافة الزعيم الواحد والزعيم الخالد الذي لا يزيح عن الكرسي إلا ملك الموت، وأعطى للمنظمات النقابية درسا بليغا في ممارسة الديمقراطية الداخلية وفي تداول السلطة وباحترام القوانين وفتح المجال أمام الطاقات والشباب وأمام المرأة لتحمل المسؤولية. لقد أفرز المؤتمر الوطني الثامن انتخاب الأخ محمد زويتن أمينا عاما للاتحاد، ولكن يجب الإشارة هنا كذلك إخواني إلى انتخاب 3 أعضاء بالمكتب الوطني من جهتنا في سابقة من التاريخ، وليس ذلك بعزيز على جهتنا التي أنتجت مناضلين أفذاذ صاروا كتابا عامين وصاروا برلمانيين أبلوا البلاء الحسن في الجهة بجهات كلها. والأهم من هذا كله أنه بعد صدور النتائج لم يخرج أحد يندد أو يعترض أو يؤسس تيارا أو يدعو للانقسام. اليوم إخواني أخواتي نخلد هذا العيد الأممي حضوريا بعد جائحة مفتعلة أثرت بسبب فرض قانون الطوارئ على نشاط جميع التنظيمات النقابية والسياسية والمجتمعية. الغرض الخفي منها تدجين الشعوب وصناعة الخوف ومواطن لا يدري ولا يسمع ولا يتكلم، بل وتجاوز الأمر إلى لقاحات العار التي جمدت حرارة النضال في عروق المناضلين. اليوم حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنسى، ولو أعدموني حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنسى، ولو أعدموني. اليوم إخواني أخواتي نخلد هذا العيد الأممي حضوريا لتصدع الشغيرة بالمسيرات بمطالبها المشروعة للحكومة، سيما تلك التي تتم المماطلة في تنفيذها رغم الاتفاقات الحاصلة عليها في الحوارات الاجتماعية. اليوم نخلد هذا العيد الأممي حضوريا لإسماع صوت الجماهير الشعبية التي هي جزء منا ونحن جزء منها، والتي نتقاسم معها نفس المعاناة والهموم والمشاكل الاجتماعية، ونوجه رسائلنا للمشغل سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص، وسواء تعلق الأمر بمطالب جديدة أو صون لحقوق مكتسبة أو تنديدا بتظلمات وتعسفات لا حد لها. نحتفل هذا العام بعيد الشغل الذي جعلنا له في منظمتنا الاتحاد الوطني للشغل المغرب شعار تابعة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة، وهو الشعار الذي فرضته الظرفية وفرضته حكومة بطرنا على الشغيلة وعلى شعب بأكمله. نحن في اتحاد وطني الشغل المغرب نعتبر نقابتنا مكونا مهما من مكونات الفعل النقابي ومن مكونات هذه الدولة الذي أخذ على عاتقه مهمة التأطير التي يخونها له دستور المملكة، وبالواجبنا أن نلعب دور الوساطة بين الشعب وبين النظام حفاظا على أمن واستقرار البلاد.
نحن في اتحاد وطني الشغل المغرب نعتبر النقابة من القوى الحية التي خرجت من رحم الشعب لتلعب دور الوساطة والوسيط بين القمة والقاعدة، وتبقى دائما وأبدا صمام أمام لهذا الوطن من كل احتقان شعبي أو حراك هنا أو هناك قد يخرج عن السيطرة. هذه رسالتنا في هذا اليوم العالمي لمن يحاربنا ويسعى لإقصائنا. إن إضعاف النقابات واستهدافها أدى إلى تراجع دورها وفقدان الثقة فيها، بل كان سبب في استحواذ التنسيقيات على المشهد النضالي بحكم أن الطبيعة ترفض الفراغ. ولكن هذا لا يعفي النقابات من مسؤولية هذا الواقع المر ولما آل إليه العمل النقابي من بؤس وتشرذم للجبهة النقابية بسبب نقابات مسخرة تكالبت على الشغيلة وساهمت في اختلال التوازن بينها وبين الحكومة، فكانت الحصيلة نتائج حوار جد هزيلة بعيد كل البعد عن تطلعات الشغيلة. والاتحاد الوطني والتضحية والتفاني ولذلك إخواني سنبقى هنا صامدين في جميع الظروف والحالات، ولن نكون ممن يهرب في الشدائد، وسنبقى في الميدان نمارس العمل النقابي الجاد ليس بالتنظير الحالم ولا بالوعود الكاذبة، ولكن ما يتطلب الأمر بممارسات ميدانية واعية ومتزنة، وبما راكبناه من تجارب لصناعة الفعل النقابي الراشد المنضبط والملتزم بأهداف نقابية واضحة ومبادئ وقيم وأخلاق تحكم الفعل وتوجهه. لا حل للأزمة التي نعيشها والتي كانت حكومة بطن سببا فيها إلا بزيادة عامة في الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص، وخفض للضريبة عن الدخل لمواجهة الارتفاع المهول للتضخم وغلاء الأسعار، بتصفيف للأسعار وفرض ضريبة استثنائية على شركات محروقات ودعم مباشر للفئات المعوزة، بتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاقات مبرمة بين النقابات والحكومات الحالية والسابقة، بإصلاح ملف التقاعد دون ملمس بحقوق الشغيلة المكتسبة، باحترام الحريات النقابية والانتماء النقابي، بالتوازن مع مؤسسة الحوار الاجتماعي، برفع الحظر عن منظمتنا وتصحيح خطأ الحكومة المتمثل في إقصائنا من الحوار الاجتماعي ومن المؤسسات الدستورية رغم توفرها نسبة السفية من التمثيل في القطاع الخاص. وسأختم بقطاع واحد هو القطاع الفلاحي نظرا للظروف اللي كتعرفوا الحال ديال الحرارة. بالنسبة للقطاع الفلاحي إخوان، دعوتنا في اتحاد وطني للحكومة بالتعجيل باتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والتدابير الاستعجالية اللازمة والاستباق لدعم الفلاحين المتضررين من آثار الجفاف ونضوب الآبار ضمان الاستقرار وتفادي الهجرة الاضطرارية، مراجعة سياساتها ومخططاتها الفلاحية التي أبانت عنه من عجز في ضمان قوت المواطن الذي كان الفلاح البسيط يطعمه بأثمان معقولة. ولما عجز بسبب توالي سنوات الجفاف واستأثرت الباترون الفلاحية بالقطاع، صار هدفه هو إطعام الأجنبي وما فضل من فرز وتصدير. كيف تعيش يا مسكين والمعيشة دارت شنحين؟ كيف تعيش في هاد البلاد والغالى أهلك العباد؟ إعلان منطقتنا منطقة منكوبة بسبب توالي سنوات الجفاف ونضوب الآبار وغياب الحكام في تدبير مواردها المائية وبسبب ضياع الماشية لنفاذ الأعلاف التي كان ينتجها الفلاح وغلاء الأعلاف المركبة، وبسبب ضياع الأشجار المثمرة التي كلفت الفلاح استثمارا وعملا دؤوبا دام لسنوات، وبسبب نفاذ كل مدخرات الفلاح التي أنفقها في حفر الآبار وأثقاب مالية ومحطات ضخ، إعفاء الفلاح من أداء الديون ومن فوائد التأخير
وإعفائهم من واجب الانخراط في السينساس، لأن الأراضيهم صارت، لأن أراضيهم السقوية صارت أراضي بورية. وأختم بالمعاناة التي يعاني بها عمال ضيعة أوليا كابيتال، والتي من خلال هذه المداخلة نطالب المدير العام لشركة أوليا كابيتال بفتح تحقيق مع أحد المسؤولين بالضيعة، والذي منذ مجيئه وإلى اليوم وعمال الضيعة يشتكون من تعسفاته وشططه في استعمال السلطة في سابقة لم تعد ضيعة من قبل متحديا للجميع، لا يخشى في ذلك لا العمال ولا النقابة ولا عامل الإقليم ولا القضاء ولا حتى مسؤوليه المركزيين. ومن سلوكاته يمكن سرد ما يلي: الطرد التعسفي من العمل، السب والشتم بكلام لا يليق، والتعامل بازدراء وإهانة مع العمال، منع ذوي الحقوق من قبيلة ولاد النجام إلى العمل، التنقيلات من أماكن العمل دون مراعاة لأقدميتهم، الحرمان استفادة من الساعات الإضافية والإجبار على العمل في المناسبات والأعياد، عدم احترام أيام العطل والتعويض عنها مما يتوافق مدونة الشغل، حرمان العمال الذين رزئوا في أحد أقربائهم من التغيب مهما بلغت درجة القرابة، وفي حالة غيابهم للعزاء تقتطع منهم أجرة 3 أيام كما بلغنا، عدم الرد على هاتفه لعذر ما يكلف العامل 3 أيام خصم من أجرته. ولذلك نطالب المدير العام للشركة بفتح حوار مع النقابة وعيدة الأمور إلى نصابها وتمكين العمال من حقوقهم كاملة لأجل تكريس سلم اجتماعي دائما، معبرين عن استعدادنا للإسهام فيه عبر الحوار وعبر اتفاقية جماعة منطقة رابح رابح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.